مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي، قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفات اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. كل سنة وأنتم طيبين، مكملين في الوصفات بتاعتنا النباتي الصيامي السهلة البسيطة. النهاردة هنعمل الجبنة الشيدر بطريقتين، بطريقة صوص الجبنة الشيدر السايحة الصيامي، وهنعمل قالب الجبنة الشيدر المتماسك جدا جدا. وكمان هقول لكم على تكتين كده تعملوهم لو حابين تغيروا في صوص الجبنة الشيدر وتعملوه بنكهات مختلفة، وهنعمل منه تغميسة حلوة جدا جدا تنفع في الصيام. كل الوصفات الصيامي دي هتشوفوها معايا النهاردة، والمفاجأة من غير لبن نباتي. يعني النهاردة مش هنشتغل لا بالفول الصويا، ولا هنشتغل بالشوفان، ولا هنشتغل بلبن جوز الهند. هنشتغل بمكون واحد بس هيطلع معانا العظمة اللي انتوا شايفينها دي، جبنه الصيامي. شايفين قد ايه متماسكه وحلوه، وهقول لكم ازاي تخلوها لونها اصفر زي الشيدر، وازاي تعملوها اللون ده، وازاي تطلعوها بيضه خالص، وازاي تبقى كريمي. كل ده هتشوفوه النهارده في الفيديو. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه، يا ريت بقى تدوسوا على كلمه اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، فعلوا على الجرس على كلمه الكل، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو. ويلا نبدا حالا. اول مكون معانا هو السمسم، كوبايه من السمسم. طبعا السمسم بتاعنا يكون متحمص ومتنقي كويس جدا. هستخدم كوباية من السمسم واطحنها لحد ما احولها لدقيق، اللي هو دقيق السمسم. وطبعا اغربلها كده بالمصفاية تكون ضيقة شوية، عشان ابتدي اتخلص من البواقي القشر بتاعت السمسم، وانزل عليها بمعلقة من الخميرة الغذائية. لو مش موجودة الخميرة الغذائية في الوصفة دي ممكن نستغنى عنها. بعد كده بنزل بمعلقة من الثوم البودر والبصل البودر، ومعلقة من الملح الناعم، وابدأ ان انا اقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين. وابدأ بعد كده انزل ب3 معالق تقريبا من الزيت، واقلبهم حلو جدا لحد ما يكونوا معايا عجينة متماسكة. في الوقت ده بيكون عندي 3 معالق كمان او 4 معالق من المية، يعني مثلا نقول ربع كوباية مية صغيرة. وابدأ ان انا انزل بيها كده لحد ما تكون معايا الخليط، وابتدي احس ان المعجون بتاعي كده ابتدى توضح معالمه، او ابتديت اني انا ايه اقدر اتحكم فيه في التقليب ده. كده انا وصلت للمرحلة الاولى من الجبنة بتاعتي. لو انا حابة الجبنة بتاعتي تبقى زي القالب ما تبقاش سايبة، اعمل ايه؟ بجيب كوباية من المية السخنة، واضيف عليها معلقة من الاجار النباتي او الجلوتين النباتي زي ما انتوا شايفين، وابتدي اقلبه كويس جدا جدا لحد ما يتدوب معايا، ويبتدي بقى زي ما انتوا شايفين يربط معايا خالص. اول ما هيربط معايا ويتقل بالشكل ده، هبتدي ان انا اضيف المقدارين على بعض، بس يعني اضيفهم كده واحده واحده، ما اضيفهمش مره واحده، عشان يبتدي يربط معايا كويس ويكون معايا القالب بتاع الجبنه المتماسك. اهم حاجه ان انا انزلهم واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي ان انا اقلبهم من تحت لفوق لحد ما يكون معايا الخليط المتماسك. اللي احنا عملناه ده هيكون معايا قالب متماسك جدا جدا، زي اللي بنشتريه من بره بالظبط، بطعم وريحه وجمال الجبنه الشيدر. لو انا عايزه ازود بقى اخلي الجبنه الشيدر يبقى طعمها باين قوي، او حاسه ان الطعم يعني طعم جبنه الشيدر اكتر، اضيف مكون بسيط جدا، وهو بيبقى طعم الجبنه الشيدر، بنجيبه من عند العطار، اللي هي الاطعمه اللي بنضيفها بقى للشيبسي وال المقرمشات لما بنيجي نعملها في البيت. لو انتوا حابينها على كده مفيش مشكلة، لو حابين تضيفوا بس الطعم ماشي، ممكن كمان تضيفوا اللون، يبقى الطعم واللون. ده بالنسبة لو انتوا حابين تعملوه مجمد، او يبقى قالب كده متماسك. ممكن تعملوه صوص سايل كده، ان انتوا تسيبوا منه الاجار، وهوريكم دلوقتي كذا حاجة او كذا فكرة ممكن تعملوها. طبعا ده بيتساب مش اقل مثلا من 3 ساعات جوه التلاجة، وبعد كده بيطلع معايا القالب متماسك جدا. شايفين متماسك جدا، وشكل السمسم من فوق كده يعني عامل شغل جامد. وابتدي ان انا اشيل القالب، هيطلع معايا تحفة بجد بجد زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اجمل من كده، جبنة متماسكة جدا ما فيهاش لا لبن صويا ولا لبن شوفان ولا اي حاجة خالص، معمولة من مكون نباتي 100%.
ده النص التاني من الخليط هضيف له بس ذرة خفيفة كده من اللون الأصفر عشان تحوله معايا للون الأصفر، وابتدي إن أنا أضيف برضو معاه معلقة كبيرة من الصوص الجبنة الشيدر، أو مش صوص الجبنة الشيدر، طعم الجبنة الشيدر اللي بشتريه من عند العطار اللي هو بنضيفه للشيبسي زي ما قلت لكم، وابتدي برضو أزود مع معلقة الصوص الجبنة الشيدر أو معلقة طعم الجبنة الشيدر، أضيفها على نص كوباية من الميه وابتدي اقلبهم لحد ما اشوف، شايفين الصوص بقى صوص جبنه شيدر زي اللي بنشتريها من بره بالظبط، ده كده الجبنه الشيدر اللي هي ايه سايبه نقدر نحتفظ بيها في التلاجة وناكلها مع حاجات كتير. طب لو احنا عايزينها تبقى قالب بضيف عليها الاجار اللي انا عملته، وبعد كده اقلبهم مع بعض واصبهم جوه قالب، وكده بقى عندنا الجبنه الشيدر اللي هي الصفراء. يبقى كده عملنا الجبنه الكريمي الاولى من السمسم، وبعد كده ضفنا لها طعم الجبنه الشيدر اللي بنضيفه للشيبسي والمقرمشات، بقت معايا قالب جبنه شيدر، وحطينا عليها اجار بقت متماسكه، شلنا منها الاجار بقت صوص. كده عملنا كذا وصفة من السمسم، بس تقدروا تعملوها هتعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا دلوقتي اوريكم ازاي تعملوا التغميسة الحلوة اللي بنعملها من صوص الجبنة الشيدر، او الاكلة الحلوة اللي احنا بنعملها من الجبنة اللي هي بالسمسم. احلى حاجة في الاكلة دي ان ما فيهاش لبن صيامي، فبالتالي ما بيبقاش فيها اي شبهة ان هي تبقى افطاري. دي النهاردة الوصفة دي صيامي 100%، ما فيهاش اي شبهات ان هي تكون فطار، لان طبعا السمسم او هو المكون اللي احنا مستخدمينه اللي هو سمسم نباتي 100%. طبعا بنطلع القالب زي ما انتوا شايفين بيطلع شكله تحفة، وهمي بجد بجد، حلو جدا جدا وطعمه خرافي. مش عايزة اقول لكم طعمه حلو قوي. طعم الصوص الشيدر او طعم معلقة التوابل الشيدر مع الصوص او السمسم بيعمل ميكس كده حلو جميل، كأنكم بتاكلوا مثلا حاجة زي التشيت او حاجه زي كده، يعني حاجه كده طعم جميل جدا، من اكتر الحاجات اللي انا عملتها حلوه. تعالوا نعمل بقى التغميسه بتاعتنا، هنعملها من الجبنه الاولى. زي ما انتم شايفين ببقى محضره مقطعه فلفل ومقطعه طماطم وفلفل الوان وممكن خيار وممكن بصل، وبعمل معايا وكمان نقطتين من الزيت. ببتدي اني انا اجيب معلقه من الجبنه دي واضيف عليها الفلفل واضيف عليها الطماطم وفلفل الالوان واضيف عليها كمان نقطتين من الزيت، وابتدي اقلبهم كويس جدا. ممكن خيار، ممكن اضيف كمان خس، بيبقى حلو قوي. التغميسه دي حلوه وخفيفه جدا للناس اللي هي بتتعب من الزيت والقلي والحاجات دي، جميله جدا جدا. ومش شرط انكم تضيفوا الاجار، لو انتوا حابينها تبقى سايبه بتبقى جميله جدا جدا جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه من قناتي ومطبخي. متنسوش بقى كومنتاتكم الحلوة الجميلة اللي بسعد بيها جدا جدا وبتفرحني قوي لما بشوفها. لو محتاجين اي وصفة او اي اكلة اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. اتمنى بقى ليكم مشاهدة ممتعة، اتمنى تعملوا الاكلة وتعجبكم، واكتبولي بقى رأيكم في الاكلة دي ايه. تحياتي ليكم واشوفكم دايما يا رب على خير قريب.